بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا بكم إلى مشوار صباح جديد من إشراق العالمية، محطات ومساحات مختلفة ومتجددة بصحبتكم من الآن وحتى 9:30 من هذا الصباح، ونتمنى نوفق في مشوارنا معكم بصحبة الزميل العصابة. عصابة مرحب بك وصباحك سعيد. مرحب بك محمد بابكر الزميل العزيز، وصباح جديد ومتجدد من إشراق العالمية، فقرات عديدة شيقة نصطحبكم فيها على مدى ساعة ونص، كونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير ونواصل إن شاء الله. مرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونسعد جدا في أولى فقرات إشراق العالمية أن نتحدث عن النجاح وكيف نخطط للنجاح وكيف أننا ننتشل نفسنا من اليأس والإحباط اللي بنعيشه في حياتنا، ونسعد جدا أن تكون أولى فقراتنا عن أسس التفكير بإيجابية ونجاح، ومعنا مدرب التنمية البشرية الأستاذ مصعب إسماعيل أحمد. اهلا بك استاذ مصعب في إشراق العالمية. اهلا بكم، معكم اسعد الله صباحكم بكل خير ان شاء الله يا رب. يا هلا بك. مرحبا بك استاذ مصعب، وسعيدين برفقتك في هذا المشوار وفي هذا الصباح. بدايه ناخذ تعريف عن الافتراضات للقل العصبيه.
افتراضات البرمجة اللغوية العصبية احنا ممكن نسميها نظارة البرمجة اللغوية العصبية. نعم. هي الحاجة اللي انا ممكن من طريقة اعاي للعالم بمنظور مختلف، هو اطار بتاعت تفكير بيخليني اغير نظرتي لسلوكيات الناس، نظرتي لتفكيري، نظرتي للناس كعموم. نعم استاذ مصعب، دايرين تعرف المشاهد الكريم وتعرفنا نحن عن اسس التفكير الايجابي او ما يسمى بهندسة النجاح. أسس التفكير بإيجابية ونجاح بتخليني أنظر زي ما قلنا للعالم بمفهوم مختلف. أسس التفكير بإيجابية ونجاح بتخليني أعاين لأبنائي بطريقة مختلفة، بتخليني أعاين لنفسي بطريقة مختلفة، بتخليني أعاين للسلوك اللي بيبدو من الطرف الآخر بطريقة مختلفة، بتخليني أخذ تفكيري في إطار معين. نعم نعم. طيب نحن سعيدين بكم، نتواصل معك في هذا الصباح وفي هذا المشوار. بداية نتحدث عن مبادئ التفكير الإيجابي. طبعا يا باشمهندس محمد، التفكير الإيجابي هو من أسس النجاح في الحياة. أيوة. زي ما احنا عارفين نسبة لضغوط الحياة والمشاكل بتحصل الناس بيكون في بعض السلبية في حياة الناس. نعم. فواحد من مبادئ النجاح المهمة هو التفكير الإيجابي. نعم. نظرتي للأمور بطريقة إيجابية بتخليني ألقى حلول كثيرة في حياتي، بتخليني أتطور، بتخليني أنمو، بيكون في نمو تطور في حياتي، والنمو التطور هو من أسس النجاح طبعا زي ما احنا عارفين. نعم. طيب شنو من الحاجات اللي بتخليك انك دائما ناجح في حياتك مع المبادئ الأساسية اللي بتكون ثابتة وبتتجدد فيها؟ رغبتي. وثاني؟ طيب انا حاتكلم عن مبدأ مهم جدا من مبادئ النجاح. تفضل. أيوة. اللي هو الخريطة الذهنية. نعم. عندنا مبدأ مهم جدا في البرمجة اللغوية العصبية بيقول انه الخريطة ليست هي الواقع. نعم. يختلف الناس باختلاف خرائطهم الذهنية، نظرتي أنا للأمور، ما هذه نظرتك للأمور، ما هذه نظرة الشخص الآخر للأمور. فلو جينا إحنا عرفنا الافتراض ده بتكون كيف، أساسه شنو، بنفهم إنه أنا لما أغير الطريقة اللي بفكر بها في حياتي، أغير الخريطة الداخلية، الخريطة الدائرة جواي، بقدر أعالج لكل مشكلة في حياتي، لكل عقبة، لكل تحدي بطريقة مختلفة. نعم. بإيجابية. وده طبعا من أسس النجاح زي ما إحنا عارفين، النظرة الإيجابية أهم حاجة، أهم عامل من عوامل النجاح. نعم صح. نعم أستاذ مصعب، كيف يمكن نحن نقدر نستخدم البرمجة اللغوية العصبية في تطوير أسلوب حياتنا وقدراتنا؟ البرمجة اللغوية العصبية طبعا هي أسلوب حياة. نعم. في القديم البرمجة ما كانت تدرس لكل الناس. نعم. أول ما ظهرت كانت تدرس لرؤساء الأمريكان، كانت تدرس لفئات معينة من المجتمع نسبة لأنه كان في استخدام بعض السلبيات لها. لكن البرمجة هي أسلوب كامل لحياتي من ناحية التفكير، بخليني أكتشف قدراتي، بخليني أنظر للعالم من منظور مختلف، بخليني أخطط أضع أهداف في حياتي، بخليني أغير أسلوب حياتي كله. نعم نعم. طيب شنو من السلبيات للتربية اللغوية العصبية؟ والله يا أخي في القديم كان بعض الناس بيتعلموا البرمجة، أنا كتاجر مثلا لما أجي تجيني أنت كزبون في السوق كنت ممكن إني أنا أخليك تشتري أي حاجة بدون ما تحس، أو هو مش إحنا نقول بدون ما تحس، يعني البرمجة بأسلوب الإقناع. أيوة أسلوب الإقناع. نعم. نعم. فكان دي بعض السلبيات لها زمان في العصور القديمة يعني. لا وحديثا شنو حاليا؟ حديثا كلها إيجابية طبعا الحمد لله. نعم. لأنه تم فلترتها. نعم. البرمجة اللغوية العصبية دخلت للعالم في الستينات، دخلت العالم العربي في الثمانينات، دخلت السودان 2004. نعم. طيب يا أستاذ مصعب، كيف أنا أقدر أكتسب التفكير الإيجابي وتخلص عن التفكير